السلوكيات الإنسانية يمكنها أن تغير شكل العالم الذي نعيش فيه. يمكننا أن نساعد الآخرين في حل مشاكلهم، أن ننقذهم من أصعب المواقف، وأن نهتم بأولئك الذين يحتاجون إلى رعايتنا. وأفضل ما يمكن أن يقوم به الإنسان هو تقديم المساعدة للآخرين، وهذا ما سنراه في هذه الحلقة، حيث سنعرض لكم مجموعة من المشاهد الرائعة التي تعكس أجمل صور الإنسانية. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ قدم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مباراة رائعة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لعام 2020، حيث تغلب على المنتخب الدنماركي ليصل إلى النهائي. وبعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية، سمع اللاعب ماسون ماونت مشجعة تناديه من المدرجات ولم يتجاهلها، حيث توجه اللاعب نحوها وأعطاها قميصه كتذكار. خلال مباراة بين فريقي انتر ميامي وكولومبوس كرو، فقد قط توازنه وكاد أن يسقط من المدرج العلوي للملعب. لحسن الحظ أن المشجعين في المدرج السفلي لاحظوا ذلك وقاموا بفتح العلم في الأسفل ليسقط القط داخله دون أن يصيبه أذى، وقد شعر الجمهور بفرحة لا توصف بعد إنقاذ ذلك القط. من الصعب تصديق هذه القصة، لكنها حدثت في هولندا. هرب الحصان من مالكته وبدأ بالركض على طول الطريق، ولم تكن لديها أي فرصة للإمساك به. لكن لحسن الحظ أن سائق الدراجة النارية شاهد ما يحدث، فحمل مالكة الحصان معه على الدراجة وقام بمطاردة الحصان معا. وقد سجلت الكاميرا المثبتة على خوذة الدراج كل ما حدث في ذلك اليوم. Graag gedaan. Ik zag je rennen. Ik snap dat paniek is. Sterkte. لا أحد يستطيع تجاهل ذوي الاحتياجات الخاصة، فهؤلاء الأشخاص يحتاجون دائما إلى مساعدتنا، وما فعله أفراد هذه الفرقة الموسيقية أمر أكثر من رائع. فبعد مشاهدتهم لطفل مقعد يجلس على الكرسي المتحرك في إحدى الحدائق، توقف أفراد الفرقة عنده وأقاموا له حفلا موسيقيا صغيرا في الهواء الطلق. صغار البط يعانون كثيرا عند تنقلهم مع الأم، أحيانا لا يتمكنون من الصعود فوق الرصيف، وفي بعض الأحيان يسقطون في قنوات صرف المياه، والمشكل الأكبر يتمثل في السلالم. وهذا الصغير كان محظوظاً لأن شخصاً ما رآه وقرر مساعدته للحاق بإخوته. العالم مليء بالأشخاص الذين ليس لديهم أي مأوى، وأولئك الأشخاص يعانون كثيراً سواء من الجوع أو من أحوال الطقس السيئة في الخارج. عاش الرجل المدعو فيل في الشارع لفترة طويلة، وفي أحد الأيام دخل إلى متجر من أجل الحصول على بعض الطعام. حينها قام صاحب المتجر بنشر قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك بفترة قصيرة وصلته العديد من عروض العمل. ذلك ليس كل شيء، حيث إن بعض المتعاطفين أصبحوا يرسلون الهدايا إلى صاحب المتجر ليقدمها لفيل نيابة عنهم. لا توجد أي فائدة من تحقيق الانتصارات إذا لم يكن لديك شخص تشارك معه فرحتك. هؤلاء اللاعبون قرروا مشاركة فرحتهم مع واحد من المشجعين، ورغم أن تصرفهم قد يبدو عادياً إلا أنه يعني الكثير بالنسبة لذلك المشجع. هذه الفتاة كفيفة، وفي عيد ميلادها قرر أصدقاؤها تحضير مفاجأة خاصة لها، ومن أجل إعلامها بتلك المفاجأة قام الطباخ بإعداد طبق خاص، حيث تمت كتابة رسالة تهنئة على صحن فارغ باستعمال لغة بريل المخصصة للمكفوفين. وقد استخدم الطباخ الشوكولاتة لكتابة تلك الرسالة التي لم تستطع الفتاة إخفاء فرحتها بعد قراءتها. فترة الحجر الصحي كانت صعبة للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال الذين لم يفهموا سبب منعهم من الخروج من أجل اللعب. وحتى لا تشعر هذه الطفلة بالوحدة في عيد ميلادها،
قرر جيرانها تهنئتها من خلال نوافذ منازلهم في حفل فريد من نوعه. عمال التوصيل يبذلون الكثير من الجهد، وقليلون فقط من يدركون صعوبة العمل الذي يقومون به. شاهد سائق الدراجة النارية عامل توصيل يسير على قدميه لأن إحدى عجلات دراجته الهوائية قد انفجرت، ورغبة في تقديم المساعدة قام الرجل بإعطاء دراجته النارية لعامل التوصيل لمواصلة عمله وإعادتها إليه فيما بعد. الجدير بالذكر هو أن صاحب الدراجة النارية كان عامل توصيل في السابق، ولذلك فهو يدرك جيداً صعوبة ذلك الموقف. ليس الأطفال وحدهم من يختارون المكان غير المناسب للعب، صغار الحيوانات أيضاً يفعلون ذلك، تماماً مثل هذا الغزال الصغير الذي علق بين خشبات سور الحديقة، ولحسن حظه أن بعض العمال كانوا متواجدين هناك لتخليصه. رغم الطقس السيء إلا أن سائق الدراجة النارية توقف وعاد أدراجه بعد أن شاهد رجلاً آخر رفقة زوجته وهما يقفان على حافة الطريق بعد أن تعطلت دراجتهما، حيث قام بمساعدتهما عن طريق دفع الدراجة إلى غاية أقرب ورشة لتصليح الدراجات. عانى هذا الرجل من عمل ألوان إلى أن استطاع أصدقاؤه جمع المبلغ الكافي لشراء نظارة تسمح له برؤية الألوان. ملامح وجهه تعبر عن السعادة التي شعر بها عند رؤية العالم بألوانه الطبيعية للمرة الأولى. انكسرت عصا المشي التي يستعملها هذا الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وظل جالساً على الرصيف أملاً في الحصول على المساعدة. بعد فترة قصيرة شاهده أحدهم وقام بشراء عصا مشي جديدة له، كما أوقف أحد السائقين سيارته وأعطاه بعض المال. الأصدقاء الجيدون هم أفضل ما يمكن الحصول عليه في هذا العالم، تماماً مثل هؤلاء الأصدقاء الذين قاموا بعمل أكثر من رائع، حيث عانى صديقهم لعدة سنوات من صعوبة في الدخول لمنزله لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل مساعدته قاموا بتركيب مصعد صغير يمكنه من دخول المنزل بسهولة تامة. أصيبت الزوجة بمرض السرطان، وقررت حلق شعرها بدل أن تدعه يتساقط من تلقاء نفسه خلال مرحلة العلاج الكيماوي، ومن أجل تقديم الدعم لها قرر زوجها أن يحلق شعر رأسه أيضا، وذلك بعد أن قام بحلق شعر رأس زوجته. هل كنتم تعتقدون أن السيارات القوية يمكنها التعامل مع كل الظروف؟ ذلك غير صحيح، فكل سائق يمكن أن يجد نفسه في موقف يحتاج فيه للمساعدة، تماماً كما حدث مع هذا السائق الذي توقف محرك سيارته وسط طريق مغمور بالمياه. لحسن الحظ أن سائق الشاحنة قدم له المساعدة. سقط هذا الجرو في قناة مائية ولم يستطع الخروج منها بمفرده. من الجيد أن أحد رجال الشرطة لمحه وأخبر زملائه بذلك. حينها قرر الجميع التعاون لإخراج الجرو من الماء. المشاركة في الماراثون تحتاج للياقة بدنية عالية وقدرة على التحمل. العديد من الأشخاص يشعرون بالعجز قبل الوصول إلى خط النهاية، تماما كما حدث مع هذه الفتاة التي كادت أن تفقد وعيها. لكن اثنين من المشاركين قرر عدم تركها لوحدها، حيث تعاون على حملها إلى غاية خط النهاية. But a couple of very happy people right now. Former Bruin Bobby Carpenter, former Boston Pride player Dana Lang just finished, and they're live with Steve Burton. Steve. لا أحد يعرف كيف وصلت أنثى الحوت إلى هذا الشاطئ الصخري، لكن من حسن حظها أن بعض السكان المحليين كانوا هناك لتقديم المساعدة. جلب السكان بعض المضخات لإيصال المياه لها وإبقاء جسمها مبللاً، وهي العملية التي استمرت لعدة ساعات قبل وصول فريق إنقاذ مختص إلى المنطقة. في النهاية تمت إعادة أنثى الحوت إلى البحر على أمل ألا تجرفها المياه إلى الشاطئ مجدداً.
تم تصوير هذا المشهد في أحد شوارع هونغ كونغ، حيث اجتمع المواطنون للتظاهر ضد قانون العمل الجديد. نزل حوالي 2 مليون شخص إلى الشوارع في ذلك اليوم، لكن شاحنة الإطفاء لم تجد أي صعوبة في العبور بينهم لتأدية مهامها. حاولت هذه المرأة نقل كلابها الثلاث في السيارة، لكنها لم تستطع فعل ذلك لأن الكلاب لم تكن مطيعة. وعندما رأى بعض السائقين ما يحدث، أوقفوا سياراتهم ونزلوا منها لتقديم المساعدة. البشر قادرون على فعل أي شيء عندما يتعاونون مع بعضهم البعض. ذلك ما نراه في هذا المشهد، حيث كان أحد الركاب منشغلاً بهاتفه عند النزول من القطار، لتنزلق قدمه وتعلق بين القطار ومنصة الركاب. حينها قرر كل المتواجدين في المحطة التعاون لإمالة القطار قليلاً نحو الجهة المقابلة. حينها تمكن ذلك الشاب من تحرير قدمه. جون سينا واحد من أشهر المصارعين والممثلين في العالم، وهو يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية أيضاً. وفي الكثير من الأحيان يحضر جون سينا مفاجآت سارة للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. في هذا المشهد مثلاً نرى كيف قام جون سينا بترتيب لقاء مفاجئ مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا دوماً يحلمون بلقائه، وذلك ما جعلهم يشعرون بالسعادة. الشرطة لا تقوم بتجنيد البشر فقط، بل الكلاب أيضاً. وفي العادة تخدم الكلاب لمدة 8 سنوات قبل أن تتم إحالتها على التقاعد. وبعد خروج الكلب من الخدمة، يذهب للعيش مع أحد الأطباء البياطرة الذين عملوا على رعايته، أو مع أحد الضباط الذين كان يرافقهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتم نقل الكلب المتقاعد إلى منزله الجديد في موكب من سيارات الشرطة، وذلك تقديراً للمجهودات التي بذلها في فترة الخدمة. بعدها سيحظى الكلب بحياة هادئة ودافئة بعيداً عن مخاطر العمل. وأخيراً، قد يبدو هذا الموقف هزلياً، لكنه خطير جداً. لم يصل هذا الشاب إلى النهاية، وكاد أن يسقط وسط البحيرة المتجمدة. وفي الوقت الذي اكتفى فيه الجميع بالضحك، قرر أحد أصدقائه التعلق بالحبل وسحب صديقه إلى المنطقة الآمنة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.